الكل يعلم الآثار السلبية والكارثية لهذه المخدرات على فئة الشباب والمجتمع بأسره. المشرع الجزائري في الآونة الأخيرة بموجب قانون 23.05 عدل القانون الأساسي للمخدرات وهو قانون 18.04، استحدث عدة آليات من أجل مواكبة التطورات الدولية في مجال مكافحة المخدرات. أضاف مواد جديدة لهذا القانون، مواد تبين أن المشرع أساسا يريد معالجة هذه الظاهرة عن طريق الوقاية منها، ثم يأتي من بعد ذلك العقاب بالفعل، العقوبات شديدة وعقوبات قوية، عقوبة جنائية، عقوبة تصل إلى 30 سنة.